الحمد لله، الحمد لله الأجل الأكرم في علاه، له من الحمد أسماه ومن الشكر منتهاه، فلا توافى نعم ربنا ولا تكافى عطاياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، المشاهدين والمشاهدات، لو تأملنا في معاني ديننا الإسلامي المبارك لوجدنا فيه ما يزيد النفوس سموا والأخلاق علوا، ولوجدنا فيه ما يزيد تقريب العبد إلى ربه ومولاه، وما يزيد من الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وبين أيدينا أيها المشاهدون والمشاهدات حديث نبوي كريم يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث النبوي الكريم يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان، ومفاصل الإنسان هي 360 مفصلا، فيجب على كل أحد منا أن يتصدق ب 360 صدقة عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم. وهذا بلا شك أمر عظيم، ولذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى كيفية أداء هذه الصدقات. يتصدق بها الإنسان شكرا لربه ومولاه على ما أنعم به عليه وعلى ما فضله على غيره من الخلق. ولذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهم صلحا، فتتحصل بهذا على صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها، أي تعين أخاك فتساعده في وسيلة النقل أو فيما شابه. وهذا مثال على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كثرت الخطوات أو قلت. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أيضا هذا يدخل في الصدقات التي يتحصلها الإنسان بأسباب بسيطة. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل أكثر من معنى، فتشمل ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، وأيضا الكلمة الطيبة الخلق الحسن الذي يتعامل فيه الإنسان مع غيره. ولو تأملنا أيها الإخوة الكرام لوجدنا أن رحمة الله سبحانه وتعالى كبيرة بنا، فإليكم هذه البشرى وهذا الحديث النبوي الكريم الذي يبين فيه سماحة الإسلام ويسره. ففي الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ عن 360
صدقة. الله أكبر، الله أكبر، يا له من دين عظيم يجزي بالعمل القليل الأجر الكثير. فاللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، وأن وفقتنا لأن نكون من أتباع نبيك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وقضاؤه أتم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.